في اخ عزيز كان كاتب لي بيقول لي اتكلم على قصه ان احنا نتجمع كلنا في كاس الامم الافريقيه والكره هتجمعنا وان احنا كلنا نشجع منتخباتنا ونحترم بعض. عايز اقول لك عزيزي ان ميدو جه ضرب الكلام ده من صميمه وجه بسم الله ما شاء الله فتح علينا بكابورت من كل ناحيه، اللي هو فاروق جعفر كان بيتكلم على الانديه وميدو طلع اتكلم على المنتخبات، وفي يوم وليله لقينا تاريخ الكره المصريه كان شيئا لم يكن. فكل حاجه بالنسبه لنا دلوقتي بقينا قاعدين مش فاهمين اي حاجه ولا فاهمين نتعامل مع قصه ميدو دي بجديه ونطالب ان هو وشوبير ويتحاسبوا ويتحاكموا، ولا نقعد نضحك على الهبل اللي احنا اتفرجنا عليه ده. لان بالمنطق وبالعقل دي قصه انتهت من 20 سنه، والقصه دي لا بتدل على ان ميدو ضميره صحي، لان في ناس كتير قوي بتقول لي ميدو ضميره صحي، لا اله الا الله، لا انها التوبه، هي دي التوبه اللي هو ميدو خلاص يا جماعه قرر ان هو يتوب ويكفر عن ذنوبه وسيئاته ويطلع يتكلم على المنتخب الجزائري ان احنا كنا ظالمينه في 2004. ظالمين مين؟ ده طلع حمار عامل مؤامره علينا احنا اساسا، ده طلعنا احنا اساسا. بس ميدو انت لسه مش فاهم العقليه بتاع ميدو سعادتك. ميدو ماشي معانا بمبدا اللي هو جنجستا، اللي هو ميدو الصايع الشبح اللي وسطينا. ميدو قرر ان هو ماتش مصر والكاميرون ده مقلقين منه يا كابتن محسن، ما تخافش انتوا صاحبي هو وسونجو، وراح الم الرجاله في نص الماتش كده وعايزين نتعادل يا كابتن انتوا هو وسونج خدوا راي بعض كده راحوا لموا الفرقه كلها، بص يا رجاله هنتعادل عشان اخونا ميدو عايزنا نطلع متعادلين النهارده. اللي هو دي قصه هبديه سعادتك، مش قصه تقول لي فتن ومؤامرات وبعدين ايه كولس؟ انا مش فاهم كلمه كولس دي اساسا. وبعدين هنتكلم في 7 بطولات وبطولاتكم حرام وبطولات ايه يا عم؟ جو الزمالك ده يا باشا انت ليك حد زملكاوي تعرفه يعني؟ بس جو حرام وحلال ده منتشر عندنا هنا في مصر، كل شويه الزملكاويه يقول لك ايه بطولاتكم حرام بطولاتنا حلال، 13 احسن من 43، اللي هو ايه يا معلم في ايه؟ يعني انا عارف ان انتوا بتسمعوا الاعلام المصري كتير بس مش للدرجه دي يعني. يا جماعه ميدو احنا بناخده كلامه على حفن، سيب ميدو يهبد واحنا نضحك لا اكتر ولا اقل. وبعدين دي طريقه واحد كان بيتكلم على ان هو ندم، يعني ميدو ندم مثلا؟ يعني ميدو يا باشا ما ندمش ولا نيل، انت فاهم غلط والله. يعني ميدو طلع يتفاخر وطلع يتعاظم وطلع كابتن شوبير بيقول له كنت بتحط تشكيله، حط تشكيله ايه؟ بمعنى كان بيحط تشكيله ان المدربين كانوا ضايعين خالص. وبعدين اللي بيقول له اسال كابتن جوهري وحسن شحاته، اسال كابتن جوهري منين يا باشا؟ الراجل متوفي بقاله فتره طويله، ما نوحد الله شويه. ميدو استغبى، استغبى، بس مش معنى ان هو قال كلام عبيط ان احنا نجري وراه وما نصدق نفتح الباكابورت. عايزين نقفل الباكابورت على قد ما نقدر علشان نحاول نقف ورا بعض وننسى الخلافات. ده احنا بنحاول ننسى 2009، ميدو رجعنا ل 2004 اللي هو حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي. هنعمل ايه والله؟ كل ما نهرب منهم نلاقيهم نطولنا كده، كل ما نقول نهدى شويه ونتكلم بكل عقل ومنطق نلاقيهم نطولنا كده وقال لك بس احنا هننغص عليكم عيشتكم. اللي هو ما تعرفش الناس دي عايزه مننا ايه؟ والله انا مش فاهم والله الناس عايزه مننا ايه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فاعتبرني ميدو يابا وكنت بهلفط.